أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد فاز معنا في هذا الأسبوع في مسابقة أجمل تلاوة التي يقيمها مسجد لالا باشا المتسابق ضياء اللبابيدي. تلاوته جيدة وطيبة وعنده ضبط، ولكن هنالك بعض الملاحظات. فمثلا الصاد في قوله تعالى تبصرون وصادقين أتى بها بشيء من التكلف الواضح، وينبغي أن يلفظها هكذا تبصرون صادقين. كذلك في قوله صادقين لم يأتي بالمد وبالألف واضحة بينة، فينبغي أن يأتي بها هكذا صادقين. نتمنى له التوفيق وكذلك لجميع المتسابقين. الشكر لأصحاب المشاركات كافة، ونخص منهم أصحاب أفضل مشاركات المتسابق يامن الخضر وعبادة التيناوي ومحمد كوكش وزكريا العيسى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما عن مسابقة الأسبوع القادم فهي مسابقة خاصة لأنها الثلاثون، فهي بين التسعة الفائزين في المجموعة الثالثة لمسابقة أجمل تلاوة، وهي من سورة قاف من الآية 38 إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.